احنا الان في الوقت الضائع عم نلعب وبشوط خالد وجول جول جول. في مباراة زحف من أجلها الجمهور الأردني بحضور لم يشهده استاد عمان الدولي من قبل لمتابعة لقاء المنتخب الوطني ومنتخب قطر في تصفيات كأس العالم عام 90. اللقاء حبس الأنفاس حتى الدقيقة الأخيرة حين أتيحت ضربة حرة مباشرة لمنتخبنا الوطني على حواف منطقة الجزاء، وقف لتسديدها كل من جمال أبو عابد وخالد عوض. في المرة الأولى حين مرر أبو عابد الكرة لخالد أعادها الحكم لأنه لم يأمر بتنفيذها، وفي المرة الثانية استغل عوض انشغال حائط الصد القطري وتخبطه ليقتنص الكرة بخبثه الكروي المعروف ويضعها في الشباك ويشعل الجماهير المتواجدة في المدرجات، وليبقى هذا الهدف عالقا في أذهان الأردنيين جميعا حتى يومنا هذا. الهدف الأول خالد عوض. الله.